ممنوع المرور. ما الأمر؟ هذا تايلر، تم العثور عليه هنا. أنا تايلر، أين هو؟ لماذا يوجد خدم هنا؟ أين تايلر؟ أنا آسفة، لكن تايلر قد مات. وجدوه ملقى أرضا على شكل قلب. صديقي تايلر، لطالما كان يفكر بي، حتى في هذه اللحظة يتذكر كم يحبني. لا تايلر. أريال، كيف حالك؟ أحضرت لك وجبة خفيفة ومهدئ. أريال، لا تجرؤي على لمس صورة تايلر. أختي اهدئي. لا تلمسيني، انظري ماذا فعلت بسببك. شرب تايلر من هذا الكأس المفضل لدي. توقفي، سوف تتأذي. هذا لا يهمني، لا أستطيع العيش بدون تايلر. سأجد من فعل هذا به. أريال، أنت تخيفيني. ابتعدي. تايلر، كم أشتاق إليك. أنا أفتقدك أيضا عزيزتي. ربما الشفرة. بالضبط، ترك لي تايلر فكرة، هو يريدني أن أكتشف ماذا حدث معه. يجب التحقق من صالة الرياضة. ما الذي نبحث عنه؟ لا أعلم، لكن تايلر ترك لي تلميح. لماذا تعتقد أن هذا تلميحا وليس ملاحظة بسيطة؟ إذن هذا هنا. يا للهول. إذن أي رمز هناك؟ تناسب. يا إلهي، ترك لك المال، لنذهب للتسوق بسرعة. هل جنيتي أنت؟ تركهم تايلر لي لمتابعة التحقيق. سأوكل محققا بهذه الأموال. لا، أنت بالتأكيد مجنونة. تايلر، يبدو يبدو لي في كل مكان. لا بأس تايلر، سأجد من كان السبب في موتك. والآن أتى العامل الثاني، يمكنك أن تغادري. تايلر، إذا أنت حي. أيها الغبي، لماذا كنت تختبئ عني؟ أريال، هل جننتي؟ نيت؟ لكن أي تايلر؟ في عالم أفضل. أيتها المجنونة. أيها الغبي، هل يمكنك أن تهدئي وتخبريني لماذا أتيت؟ أجل بالطبع، أنا آسفة. هذا ما هذا؟ هذا نفس الفتى الذي وجدوه على شكل قلب. نعم، هذا هو صديقي، وأريد أن أجد من السبب في هذا. هل ستساعدينني؟ طبعا، سوف تكلفك كثيرا. المال ليس مشكلة. سأتحقق من كل شيء بإمكانك، ألا تقلقي؟ رائع، إذا سأذهب إلى المنزل وسوف أنتظر مكالمتك. أي، هل جننت؟ كفاك من دخول منزلي. أنا لا لا، لقد طار هاتفي من النافذة فقط. ما هذا الهراء؟ وعموما كيف يمكن هذا؟ أيها اللص، اسمعيني أنت، لقد أجبت على الرسالة. و ماذا؟ أنا أحتاج إلى شقة عادية. خذ هذه الإعلانات. ابتعدي عني، طار هاتفي من النافذة بسببك.
هكذا، انظري بنفسك، دعيني أرفعك. حسنا، لنذهب وأعطيك هاتفك، لا داعي للتسلق من خلال النافذة. خذ هاتفك وانطلق. هذا ما أحتاجه، شكرا. أرييل، ما هذا إذن؟ من هذا الرجل وأيضا في غرفة والدتي؟ أنا زاك، أرى هاتفي من خلال نافذتكم بالصدفة. مفهوم، أثق أن هذا يحدث دائما معي أيضا. أنا لا أصدقه، لقد فعل ذلك عن قصد لسرقتنا. أليس يا إلهي، انتقلت مؤخرا إلى هذه المدينة، على الأرجح سأدرس معكما في المدرسة يا جميلات. في الواقع نعم أنا جميلة، هل تريد أن تشرب شاي معي؟ لا، حان الوقت يا زاك. نعم نعم، أخرج. إذن لماذا دعوتني لهنا؟ لقد ألغيت المانيكير. ماذا تقصدي؟ أنت ونيت كنتم تأتون إلى هنا؟ لا أعرف لماذا دعوتني، لكن هيا أنا مشغول جدا. لحظة، إن لم ننادي بعضنا البعض فمن فعل؟ أنا ناديتكم، أنا محققة وأحقق في قضية تايلر. لا للهول، كنت أعرف ذلك، إذا كلفتك إيريان. أوه كفى، أنا وكريس نغادر. توقفوا، كلكم هنا مشبوهون، إذا رفضتم جهاد كشف الكذب سيتم القبض عليكم فورا، هل هذا واضح؟ فهمت. إذن من هو الأول؟ إذن؟ إلهي، حسنا فليكن أنا. أين كنت يوم اكتشاف تايلر؟ في التدريب. كيف كذب؟ أنا كنت حقا في التدريب. لا يمكنك خداع الكاشف، أين كنت يوم الخميس الساعة 12 ظهرا؟ حسنا، أنا لعبت مع أختي بالدمى. ماذا؟ نيت يلعب بالدمى. هدوء، التالي. هل قضيت على تايلر لأنك كنت تغار منه لإيفا؟ ماذا؟ لا بالطبع. كريس، كيف استطعت؟ تايلر هو أخوك. لم أفعل أي شيء. نعم كنت أغار منه لإيفا، لكن لن أؤذي أبدا أخي. ماذا؟ الآن إيفا، ربما قضت على تايلر حتى لا يعرف كريس أنهما كانوا يتعودان سرا. هل أنت جننتي؟ أنا أحب كريس فقط ولا أتحدث إلى آخرين أبدا. تعالي تحققي. إذن أين كنت يوم اكتشاف تايلر؟ تمشيت مع صديقتي. والآن قول الحقيقة. حسنا، تنزهت مع صديق. حسنا، تنزهت مع صديقي السابق. مع من؟ أخبرتني أن ابنة عمك أتت للزيارة وقضيت معها اليوم كله. لكن كريس، كنا نتمشى فقط، لم أقل أنك ستغضب مني. لكن أنت. هدوء، إيفا اذهبي مكانك. التالي. إذن ماذا هي ميا؟ أعترف في هذا، أنت فعلت ذلك. لماذا لا تتصل سيدني؟ كيف سار كل شيء؟ إلى متى يمكن الانتظار؟ إلى متى؟ ابنتي، ما هذه العصبية؟ أنت بالفعل مجنونة بهذا التحقيق، أنا أمنعك من فعل هذا. لا، لا بد لي من العثور على الجاني. لكن اهدئي، أنت لا تشبهين نفسك على الإطلاق. اتركيني، لا بد أن أنتقم لتايلر. لكن أين الجميع؟ هل وجدت الجاني؟ لا، كل زملائك في الصف ناظفون، بالطبع لديهم أسرارا، لكن هذا هكذا. وماذا؟ هذا كل شيء؟ لا مزيد من المشتبهين؟ في الواقع هناك واحد.
هذا جنون. لماذا تحققين معي؟ أنا أحب تايلر. وسوف نتحقق من ذلك. لقد علمت شيئاً ما عن علاقتكم. هل صحيح أنك وضعت دواءً مسهل في طعامه عندما لم يقبل في ارتداء بنطال مع صورتك؟ من أين أنت؟ لا، إنها كذبة. مثيرة جداً. هل حلمت بالانتقام من تايلر لعدم رغبته في التوقيع على التيك توك قد أريال اللطيف؟ لا، كفأني هذا. اجلسي، أنت المشتبه الرئيسي. أنت محققة رديئة، لست بحاجة لخدماتك بعد الآن. لا تتحركي. يبدو أني هربت. كيف يمكن أن تشك سيندي بي هكذا؟ تايلر هو حبي إلى الأبد. كم كنا سعداء معا. ما تكون هذه؟ تعال نصور على تيك توك وسيرى الجميع كم نحن ثنائي لطيف. هذا لا أريد. ماذا تقصد لا أريد؟ لنرقص أو أني سأغضب. حسناً، إذا هيا. كم هو حبي. كريس، أنت لست غاضباً. لا عزيزتي. أوه، لقد تصالحوا أخيراً. اختلف فقط بسبب أريال، لقد أصبحت مجنونة تماماً. أزل، أريال كانت هكذا دائماً. تذكروا كيف أتعب تايلر. كم لذيذة. هذا الكاكاو الحلو المفضل لديك. المفضل عندك، وأفضل القهوة. أيها العنيد. سوف نمشي بنفس البلوزات. هل تعجبك؟ لا داعي، أو اختاري لوناً آخر. ماذا أنت؟ هذا لوننا المفضل. ما تكون هذا؟ تعال نصور على تيك توك وسيرى الجميع كم نحن ثنائي لطيف. لكن لا أريد. ماذا تقصد لا أريد؟ لنرقص أو إني سأغضب. أو نعم، حتى أريال أغضبتني في مثل هذه اللحظات. غريب، كيف تحمل هذا تايلر؟ مرحبا بالجميع، انظر من أحضرت إليكم، إنه زاك جديد. أوه، الفتى الوسيم الجديد. هل لديك صديقة؟ لا. ميا ابتعدي، أنت بالتأكيد لن تصبح صديقته. إذن هكذا بدون خلافات، نحن هنا لنرقص، لذا نرقص. أنا لا أفهم، هل يستمتعون هناك؟ إذن سأرتب له الآن. هل أنتم جنيتم؟ كيف يمكنكم الاستمتاع عندما لا يكون تايلر معنا؟ أريال اهدئي. ابقي بعيداً أليس. وأنت ماذا تقول؟ كان تايلر فقط أخوك؟ ابتعدي عن صديقي. أيتها الفأرة، هذا كله بسببك. أريال لا داعي. اتركني، هي فعلت ذلك. لا، فهمت، لقد فعلتموها معا أيها الأعداء الأغبياء. العدوة الحمقاء هي أنت. لا أعلم إن فعل مثل هذا الشيء مع رجل فقط بسهولة. أنتم فعلتم ذلك. أنتم. أريال توقفي. ابتعدوا جميعكم عني. عما تتحدث هذا؟ سألحق بها. مازال. يا للهراء. أريال توقفي. لقد فعلوها. أريال كفاية بنا إلى المنزل. لا أريد أن أراك، أنت أختي ولم تدفعي عني. أنا ذاهبة مع زاك. بالطبع لا أمانع، لكن ليس لدي منزل هنا. ماذا؟ ماذا تعني؟ لأنني اضطررت للانتقال بسرعة، لم أجد منزلاً أو شقة.
تعال وأسكن معنا. هل أنت جنيتي؟ لن تسمح أمي بهذا. سنضع زاك في المخزن، أمي لا تدخل هناك أبدا. اتخذت قراري، هيا بنا. إذن أحضرت ليكون مكان للنوم وبعض الطعام. شكرا لك، كنت وأنا أنام في الشارع. في الصباح ستطبخ أمي وجبة الإفطار وسأحضر لك المزيد. إلهي كم أنت طيبة. هذا لا شيء. أخبرني، لماذا انتقلت إلى هنا فجأة؟ أنا أعيش مع زوجة أبي، وقررت أن ترسلنا إلى أوروبا لمدرسة داخلية، لم أرد ذلك. يا إلهي مسكين، تعال لمشاهدة فيلم معا. لا أنا متعب جدا، أريد أن أنام. فهمت فهمت، إذن استلقي، تصبح على خير. يا إلهي أنا لا أفهم شيئا، أنا أكره. أريال توقفي عن هذا. أوه ماما أنا آسفة، أنا لم ألاحظ. إذن يجب تعيين محقق جديد بسرعة. كفى إذن، أنت تبدين كالمجنونة، سأحجز لك طبيبا نفسانيا اليوم. أنا لست مريضة. أعيدي إلي هاتفي. انظري ما تشبهين أنت، أنت خطر حتى على نفسك. كفاك عن تأديبي، أعرف ماذا أفعل ولا بد لي من الانتقام. أريال. ماذا تفعلون؟ تخلصتم من تايلر وتحتفلون حتى لا تخفون هذا؟ كما تعرفين نحن نمزح فقط. هل يمكنك التوقف عن الشك فينا؟ أنتم جردان وخونة، وأنت؟ أنت وقعت في حب تايلر ورفضك، لذلك انتقمت منه. فهم، هذه أنت وقعت في حب تايلر. اتركوني، فهمت، أنت وقعت في حب تايلر. سئم الجميع منك، متى ستهدئين؟ حسنا أي بنا رفاق. سأفضحكم جميعا أغبياء. ماذا؟ إنها مفكرة تايلر، ولماذا هنا لدى كريس؟ يا للهول، كم يكتب كثيرا هنا، هنا الكثير لا أعرف عن تايلر. تايلر أنت هنا، أيمكنك ترك تمثال العرض؟ تمثال العرض؟ أين تايلر؟ لقد كان هنا. تحتاجين بالتأكيد علاجا. أوه عزيزي أنت تلوثت. شكرا لك يا قطتي. إني أحبك كثيراً. أنا أيضاً. بيسأمت من هذا الثنائي، لماذا ليس لدي صديقاً؟ مرحباً إليس. مرحباً، قف، إلى أين أنت؟ اجلس معي، هنا مكان حر. حسناً. ماذا بك؟ لدي ضعف في البصر، أريد أن أراك أفضل. يا إلهي من هناك بعد؟ أريال أنا مشغولة. هذا مهم جدا، لقد وجدت يوميات تايلر، هناك تلميحة جديدة. كيف سئمت من هذا؟ أحتاج إلى مساعدتك، تعال إلى الحديقة بسرعة. أي حديقة؟ قلت أنني مشغولة. حسنا وداعا. إذن أين توقفنا؟ اسمعي أنا آسف، لكن تذكرت لدي عمل عاجل. وداعا. وداعا. كان متوترا جدا بالتأكيد، عجبته. أليس غبية؟ لكن لا شيء، أنا نفسي سأتعامل مع عدو حبيبي. يا إلهي. يا إلهي زاك. آسف. ماذا تفعل هنا؟ سمعت أنك تحتاجين مساعدة، جئت لأساعدك بنفسي. ولكن لماذا لك هذا؟ لقد تركوني جميعهم. ماذا في ذلك؟ لقد ساعدتني في السكن، وأنا سأرد الجميل.
حسنا، سوف تساعدني في الصعود إلى العلية في الجناح المغلق للمدرسة. ماذا به؟ لا أعرف بعد، لكن شيء مهم جدا، لقد قرأته في المفكرة. حسنا لنذهب. تمكننا من الهروب من بوابة المدرسة. إنه أعمى مثل الخلد، حتى أنه لم يلاحظنا. هيا نبحث عن التلميح. كم من الخردة هنا؟ هزال، والغبار هنا. انظري، يبدو أنني وجدته. إنه مخبأ كريس. لما عنده كل هذه القمامة؟ انظر، تايلر مشطوب، كريس فعلها بالتأكيد. إلهي، لكن صورة واحدة لن تثبت شيئاً. علينا أن نجبر كريس أن يعترف، من المفترض أن يأتي للتدرب بعد نصف ساعة. سنضغط عليه إذن. إذن اذهب إلى الملعب الرياضي وسأعود إلى المنزل. من الجيد أن لدي حبل. هذه تلزمني أيضاً، ولو كان هناك صاعق أيضاً. بالطبع يوجد في غرفة أمي. لكن أين هو؟ ممتاز، ها قد وقعت يا ابنتي. لماذا؟ أنت مهووسة بهذا التحقيق، عليك أن تبقي في المنزل لتتعافي. بماذا تفكرين؟ أنا فقط أريد الأفضل لك. أمي لا، افتحي الباب لو سمحتي، افتحي. إلهي، أين أرييل؟ كريس سيأتي قريبا. هو قد أتى. لا يهم، ستعمل معه. مرحبا. مرحبا، ماذا بك؟ تريد لعب كرة السلة؟ ربما لا، أريد أن أسألك، ما يكون هذا؟ ماذا؟ من أين لك هذا؟ كنتم تبحثون في أشيائي، ما كنت لأفعل لو كنت مكانك. هذا أنت تخلصت من تايلر. أنتم إخوة، لماذا انتقمت منه هكذا؟ هل أصبحت مجنونا تماما؟ هيا تكلم، ابتعد عني حالا. لا، لن أدعك بهذه السهولة. ها هو. كريس يخفي شيئا بالتأكيد. ما هذا المكان؟ إلهي، يجب إخبار أرييل بكل شيء والدخول إلى هذا الجراج. افتح الباب أرجوك يا أمي. أرييل، زاك، أين أنت؟ هنا. كيف عرفت أني هنا؟ إليس قالت والدتك تمنعك من الخروج؟ نعم، لكن لا يهم، قل لي، هل اكتشفت شيئا؟ وجدت الجراج السري لكريس، أعتقد أنه أخفى كل الأدلة هناك. كنت أعرف ذلك، يجب إيجاد طريقة للخروج من هنا والدخول إلى الجراج في أسرع وقت. لكن كيف من خلال النافذة؟ لقد صدمت حقا، لأنك لم تهربي بعد. لا أستطيع، أنا أخاف المرتفعات. لكن هذا الطابق الأول، سوف أساعدك. كم يبعد هذا الجراج؟ شكرا على الوصول. لحظة، الآن. إذن مرحبا يا بني. كريستي. أي كريستي؟ أنا زوجة أبيك، نادني أمي. ابتعد عني، لن ترسليني إلى المدرسة الداخلية. ابتعدي عن. لكن يا بني، زاك يعيش هنا الآن وهو لا يحتاجك. ومن هذه الغبية أيضا، ابتعدي عن طريقي. أرييل. الآن سوف تأتي معي بالتأكيد. لا، دعيني للعيش هنا. زاك. أرييل، أسرعي قبل أن يخفي كريس الأدلة عنك. ولكن كيف أنت؟ سأجد حلا، اركضي.
دعيني وجاني. لا يا عزيزي، سوف تدخل مستشفى الأمراض العقلية وسوف أخذ كل ميراثك. ماذا؟ أوي، لقد قلت كل شيء، لكن لا يهم، لن يستطيع أحد مساعدتك. لماذا عدت؟ لا أستطيع أن أتركك. مرحبا بكم. المحققة، لقد قلت أني غير مذنبة ورفضت خدماتك. نعم كنت أراقبك، لكن محاولة وضع مراهق في مشفى للأمراض العقلية وسرقة ميراثهم أكثر إثارة. ماذا؟ أنا لم أفعل أي شيء، اتركيني. سيتم التعامل مع هذا في المحكمة. شكرا على إنقاذي. هذه لست أنا، إنها سيندي. لو لم تعودي لما كان لدى سيندي الوقت لاعتقال كريستي. من المؤسف أن الجراج هدم. لا أفهم كيف فعلوا ذلك بسرعة. يبدو أن كريس لاحظ أنني راقبته. تايلر! أريل، لا أحد هناك. هناك تايلر! 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 أين ذهب؟ هذه بالطبع الخطة المثالية. أجل، هذه الغبية تتجول في تحقيقها ولم تكتشف شيئا. ما القصد؟ ماذا كان علي أن أحدث؟ بالمناسبة، هل تتذكر أن تايلر طلب شراء كوكاكولا والمزيد من الفنجان؟ بالطبع أذكر، من المتجر إلى المنزل حيث تايلر. لا أفهم، ماذا يعني للمنزل إلى تايلر؟ ياه. تايلر؟ أرييل، كيف وصلت هنا؟ ماذا تفعل هنا؟ ظننتك أنت يا للهول. يبدو أنه علينا ذهاب. توقف. كيف سمحتما لهذه الغبية الوصول هنا؟ غبية؟ نعم، كنت أبحث عنك، ظننت أنك مت. وأنت؟ ابتعدي عني الآن. أتعلم بما بدأت به. ابتعدوا، لكني أحبك. كيف استطعت؟ كفى، ما كان علي فعله سئمت منك ولم تريدي تركي. ماذا؟ تعبت لدرجة أنك قررت تزوير موتك؟ أجل، تذكري بنفسك. إذن يا عزيزي، لماذا أنت حزين هكذا؟ خذ البطاطس، يمكننا أن نأكل واحدة واثنين. أريل، كفى من هذا، أريد فقط أكل البطاطس. يا لك من عنيد أنت، تعال نصور قصة. إنها العشرون لهذا الصباح. انظروا، أنا وحبيبي نأكل. حقا إنه لطيف جدا. قنفذ الشرير، كم سئمت من هذا. تتذكرين، هذه أسوأ علاقة في حياتي. أنت قاسٍ، غبي، إني أكرهك. أتعرف، حتى أنا أشعر بالأسف عليها. انسوا ذلك، هي المذنبة. لما تقفان، بسرعة أحضروا الفشار. كيف حالك؟ لا بأس، لقد فهمت أن صديقي، صديقي السابق هو أحمق ومريض. كنت قلقة جدا عليه، وهو لم تكن هناك أي تلميحات، لكنني فكرت في كل شيء بنفسي. يبدو أني فتاة سيئة على تصرف هذا معي. هاي، لا تشغلي بالك بذلك، أنت أروع فتاة في الكون. أنت رائع حقا أيضا، شكرا على المساعدة، لكن هذا عبث. لماذا عبثا؟ اكتشفت تايلر على حقيقته. لديك رمش هنا. أين؟ لا أعلى، سأمسحه. أتمنى أمنية. أريد أن أذهب في موعد مع زاك. ماذا تريدين ذهب في موعد معي؟ الآن أنا من يحتاجني حقا. هذا أفضل يوم في حياتي. والآن لنتنزه. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate.
رفاق، نحن نرى أنكم تفتقدون مدونة الفيديو، لكن نحاول تصوير مقاطع فيديو رائعة لكم والتي تستهلك الكثير من الطاقة. لهذا السبب نشعر بالتعب ولا يمكننا إصدار مقاطع فيديو بمدونات فيديو كل يوم. آمل أن تكونوا في انتظارنا لأننا سعداء بالإصدار لكم. أردت أن أقول تعالي تعالي إيفا. يا رفاق، بالتأكيد ستكون مدونة فيديو قريبا، لذا انتظروا ذلك واكتبوا في التعليقات. ربما تريدون رؤية بعض التحديات الرائعة. سنقرأ كل شيء وسنقوم بتصوير كل شيء. أتمنى أنكم تفهمون، لذا إذا أردتم أن تشاهدوا أننا فريق نائر ها انتظروا، دعوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا. نراكم قريبا. نراكم قريبا في المقاطع المضحكة. هنا الدور. لا يجب فعل ذلك. حسنا، افعل هكذا في الأصبع. أكل كعكة. أنا لا أعرف، ربما شيء مهم. في الصباح ستحضر أمي وجبة الفطور و... كم هذا ممتع. هذا العميل التالي، أنت الآن حر. أريل دائما كانت هكذا غبي. الآن دوركم.